والله الفوز اليوم صراحة كبير، ليش أول مشاركة للإمارات بعد جائحة كورونا، وصراحة يعني ممتازة خالص. والهندية اليوم فازت على المركز الأول. الهندية اللي هي اسم بعير. اسم بعير بكرة. لا عايد أخوي سلمان أبو حرب، وهذا مضمر مدلع الحويطي. نعم. هي يعني من عنده حتى البكرة. اذا المالك والمضمر. لا هو المالك والمضمر. والمضمر اللي هو المدرب. المدرب. تمام. والله بسم الله ما شاء الله عليه يعني. نرجع للمالك، يعني كلمنا عن اعدادات الهجن بالنسبه لكم انتم كشباب مهتمين بالهجن. والله بسم الله يعني استهتمام جامد يعني، بعدين دعم الامارات لنا، بنشكر الامارات على هذا الدعم اللي دعموه، والناس استهمت يعني صاروا 100% بالدعم اللي يعني المنشآت القائمة حاليا كويسة بتساعدكم؟ لا بسم الله ما شاء الله، والله يعني الناس تطورت يعني ايه تطوير يعني، كان 50% الحين 100% بالنسبة للتدريب وبالنسبة للسباق والتنظيم. ونشكر المحافظة خالد فود اللي هو خالد فود على الطيب اللي عمل التجهيزات في المكان مناسبة، شايفينها ولا محتاجين أكثر؟ لا والله بسم الله ما شاء الله يعني، بس يعني شوية تنظيمات، بس عايز حاجة كلها بسيطة يعني، عشان الغابر اللي بتطير ذي وحي يعني حاجه كلها بسيطه اللي بتتمناه للسباقات في المستقبل ان شاء الله. والله نتمنى النظام، ونتمنى الناس هي تنتظم وتلتزم عن الوباء بتاع كورونا ذا، وتلبس الكمامات والنظام اهم شيء. تمام. كلمنا عن اسرار التدريب، تدريب الهجن، ايه اسرارها؟ اعطينا سر من اسرار تدريب الهجن. لا الصراحه هذه ماكينه خالص. نعم. دائما المدرب بيبقى له لمسات. لمساتك الاخيره على البعير اللي فاز كانت ايه؟ الهنديه كان اخر شوط جبت لسه من نص ساعه فاز. قبل ما تدخل السباق يعني خاض التدريب قد ايه يعني؟ والله خطوات التدريب كانت ايه؟ هي من اول سبقه يعني دربناها على شهرين ثلاثه، فاول سباق على طول حطيناها فيها جبت الاول، ونزلناها ثاني مره برضك جبت الاول، يعني هي اساسها من بل طيبي اصلا. تمام. يعني ابوها جمال الهندي وامها ناقه نظيفه خالص. دائما بعد الفوز بكون، اوصف لي الفرحه، فرحتكم انتم بعد الفوز بكون. والله ما تنوصف فرحه، ما تنوصف والله، فرحه كبيره خلاص. انا البارح معي بكره محمد بن سليمان البرايسي، البارح جابت اول، واليوم الهندي جابت اول، وان شاء الله في خير واجد كمان العصر وبكره باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله، وبالتوفيق دائما ان شاء الله. شكرا وموفقين دائما.